مراد محترم جناب قاری عبد الباسط اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف رکھتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کی تلاوت کو سماعت کیجئے گا۔ ان کے متصل بعد انشاءاللہ استاد القراء قاری عبد السلام عزیزی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی تلاوت ہوگی، بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے محترم جناب قاری عبد الباسط اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی بھائی آسم کی محنت دیکھ کر، اور دیگر جو احباب ہیں ان کی محنت دیکھ کر، اور آپ لوگوں کا بیٹھنا شوق سے سننا، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد جو ایک تلاوت ہے، اہم تلاوت، ساری تلاوتیں اہم ہیں لیکن جو شیخ عبدالسلام صاحب کی تلاوت ہے آپ انشاءاللہ سن کر محظوظ ہوں گے۔ قاری صاحب کہہ رہے ہیں برات چ لڑا ایک ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ لڑا تو ان تلاوت سنائے گا، انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو ایک دفعہ اپنی بیداری کا تھوڑا ثبوت دے دیں، ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت في اليم ف
فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ثم جئت على قدري يا موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن قال ربنا قال ربنا إننا نخاف نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا قال ربنا قال ربنا إننا يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ربنا إننا نخاف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط Oh.
المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.